تم خروج المواطنين للقمة العيش، لوجود لقمة العيش من طرفهم، ولكن يتم استهدافهم من طرف الاحتلال الصيف في المنطقة الصناعية. يوجد 3 شهداء وعشرات الجرحى من منطقة صناعية، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، بعد ذلك سيتم تحويلهم إلى مجمع كمال عدوان. هذه المجازر يوميا في قطاع غزة مستمرة، سواء في الكويت أو في النابلسي أو في المنطقة الصناعية. الله ونعم الوكيل.